من الناحية التانية معانا الأستاذ محمد شعراوي المحلل الفني. محمد بيه، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. قول لنا نظرتك للسوق إيه وتوجهاته إيه في الفترة القادمة من ناحية التحليل الفني. أستاذ أيمن، برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وخلينا نتكلم على جلسة تداول البورصة خلال الأسبوع ونشوف الاتجاه رايح فين خلال الفترة الجاية. أيوة، يمكن إحنا الأسبوع دوت يعني البورصة المصرية كانت ما بين بالذات المؤشر العام اي جي اكس 30 كان صعودا وهبوطا ما بين قرابة 13850، والنهارده كل ما نقرب عند نقطة البعبع بالنسبة للمستثمر هي ال 14050 او 14100 يظهر البياع الحقيقي اللي موجود داخل البورصة المصرية. يمكن بدأنا الجلسات بصعود كويس قوي. في بداية جلسات الأسبوع شفنا ارتفاع لحد 14050، ده كان في جلسة أول أمس يوم الثلاث. لحد ما ظهرت جلسة أمس حصل هبوط جامد جدا في البورصة، المؤشر نزل قرابة 13900، وبعد كده مجرد ما ظهرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النهارده شفنا صعود مرة أخرى لل 14060، لكن ظهور البياع مرة أخرى وزاد شفناه في الأسهم القيادية زي سهم السي أي بي أدى إلى انخفاض البورصة مرة أخرى بعد ما كانت مرتفعة ارتفاع قوي جدا. طيب خليني أسألك كده أستاذ محمد، معلش عشان وقتنا قرب يخلص، أسألك اتجاهنا إيه؟ إحنا رايحين فين في الفترة القصيرة والمتوسطة؟ إحنا عندنا نقطة دعم مهمة جدا، عندنا 13800 نقطة، لو ما قدرناش المؤشر العام للبورصة المصرية يستقر فوقيها هيكون عندنا نقطة دعم تانية هي 13400، لكن لو تخطينا نقطة ال 14050 نقطة هيبقى عندنا 14100 14400 نقطة كنقطة مقاومة خلال الفترة القادمة. بشكرا. لكن بصفة عامة الاتجاه العام بطويل الأجل اتجاه صاعد، لكن قصير الأجل هو اتجاه سايد واي او اتجاه عرضي. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد شعراوي المحلل الفني، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.